امبارح بإيت سمارت كان معي رندا فهد وحكينا عن اللبن، عن جميع أصناف اللبن يلي منلاقيهم بلبنان وبغير بلدان العالم، وحكينا عن فوائدهم. واليوم حبيت رندا تجيب كم شغلة داخل فيهم لبن. ما عم نحكي طبخات باللبن مثل ما نحن بنعرف بمطبخنا اللبناني، ولكن باشياء يمكن ما نتوقع انه فيهم لبن. رح نشوف اكثر هلا تفاصيل هالريسيبيز. كيفك رندا؟ كثير منيحه. ماشي الحال؟ اكيد. تينا مثل عادي بذكر المشاهدين انه فيهم دائما تتابعوني على الانستغرام رندا دنيا فهد او على الفيسبوك بيج ار دي اف، تحطوا لايك بتكونوا عم بتتابعوني. هلا من هون خلينا المعلومات الغذائيه مثل ما بنحطها على السوشيال ميديا، كمان انا هون اكيد موجوده لاعطيكم كل المعلومات الغذائيه اللي انتم بحاجه لها. مع تينا اليوم رح نبلش ونحكي على خبريتنا. هلا سالتني تينا امبارح انه كانت عم تقرا بارتكل وتحكي عنه انه ليش نحن بهالوقت بوقت الكورونا عم نتحاشى الملح والسكر، وامبارح شرحنا انه نحن لازم نتحاشى الملح والسكر لانه اصلا هن منهم صحيين، وحكينا كيف نحن اذا اضطرينا ناخذ ادويه خصوصا الادويه اللي فيها كورتيزون بطبيعه الحال ممنوع ناخذ ملح والسكر. بس انا في فتره اجيت وحسيت اني كثير حكيت على الاكل وعلاقته بالكورونا فحبيت بعد عن الموضوع. نعم. بس هلا رجعت قلت شوي بدي ارجع اذكر بشو هن الاكلات اللي نحن فينا ناخذهم. هلا حكينا عن الابتعاد عن الملح والسكر، وحكينا دائما بنحكي عن اهميه انقاص الوزن، لكن كمان بدي انبه المشاهدين انه وقت يكون وزننا ضعيف ونحن عم نضعفه زياده كمان هيدا بياثر سلبا على جهاز المناعه. ونحن وقتها بدي احكي انه ناكل صحي كرمال الكوفيد، انا مش يعني بدي اكل صحي حتى امنع يصير معي كورونا، لكن انا بدي اكل صحي حتى اذا صارت معي يكون جسمي قوي لكون عم بقدر اقاوم ولما اكون عم يصير في مضاعفات من بعده. اوكي، فاذا مشان هيك هون شو الاشياء اللي بدي اذكرها وارجع اذكركم فيها. طبعا كلكم عم تسمعوا على اهميه الزنك، والزنك هو من اهم المعادن اللي هي بتقوي جهاز المناعة لأنه بتشتغل على هرمونات معينة هي بتقوي جهاز المناعة. وتناول الزنك هو أكثر شيء موجود بالمأكولات اللي هي حيوانية، بنحكي على الصفديات، بنحكي على السمك، بنحكي على الدجاج اللي بيحتوي كمية عالية من الزنك، وعلى اللحمة. فأنتوا إذا كنتوا أشخاص بتاخذوا هدول الأكلات فكان أنتوا عم تاخذوا كمية زنك كافية. هون بيجي عنا اللي ما عم ياخذهم بكمية كافية وأهمية تناول السبلمنتس. الشغلة الثانية اللي عم نحكي عنها دائما هي الفيتامين سي. هلا وقت الحمضيات قد ما فينا الليمون، قد ما فينا الحامض، وقد ما فينا كمان بنحكي على الافندي، بنحكي على البومل، البندوره، الفليفليت، هي كلهم فيهم فيتامين سي اللي بده يساعد. اذا بدنا ناخذ حصه هالفيتامين سي اللي نحن بحاجه لها يوميا، نعم، قد الواحد لازم ياكل الحمضيات لانه هذا الموجود هلا؟ مزبوط. او بتتذكري تينا مره حكينا نحن انه نتناول 2 كيوي بالنهار؟ حكيتها وقتها انا وانت، فاذا تتخيلوا حجم هالاثنين كيوي بمقابيلها انا فيي اكل الليمونه. هلا أوكي. اذا انا عصرت الحامض اما الليمون قبل بوقت ذكروا انه هو رح يفقد كثير من الفيتامين سي، واذا اكلته كامل رح كون عم بستفيد منه. سو ليمونه بالنهار اكثر؟ هلا اذا ليمونتين بيكون عظيم، او ليمونه بندوره مثلا. اكزاكتلي، ما نحن رح نعمل بندوره، رح نعمل سلطه، وهلا بدنا نحكي عنها. كثير مهم انه نتناول الخضره بليز. وبدي اذكركم بشيء، تبوله وفتوش، يعني انا اذا بتاكلوا تبوله وفتوش بهالفتره، يوم تبوله يوم فتوش عم تحموا حالكم. حلو. كل الفيتامين اي موجودين اللي نحن بحاجه لهم، فيتامين سي موجودين، بالفتوش بدكم تحطوا بصل وبدكم تحطوا ثوم، وبالتبوله بدنا نحط بصل، ونحن بنعرف اهميه الثوم مثلا قديش هو بحارب ضد البكتيريا وبحارب كمان ضد الفيروس. نعم. ما بدي انسى اليوم زيت شيء على كل هالاكلات اللي نحن عم نقولهم هو العظام، انه نعمل نحن شوربه ويكون فيها عظام، هي شيء كثير بده يساعدنا. منه الشوربه اللي هي سخنه رح تطلع السخن اللي هو رح نتنشا او يفتح المسامات. نعم. منه هي رح تريحنا، ومنه العظام هون قديش هن رح يكون فيهم المواد اللي معروف قديش هي فيها تساعد بجهاز المناعه مع البروتينات. حلو. فاذا رح نزيد على كل هالاكلات بهيدا الطقس اللي هو رح يبلش يسقع. صح، قريبا. اكزاكتلي. انه نكون عم ناخذ شوربه ومش غلط نكون عم نعمل فيها نغلي فيها العظام. حلو.
اليوم لكينا عنا وصفة داخل لبن. هيدا كيك هيدا حلو؟ هلا عندي الكيك الحلو وعندي اللبن اللي هو مثل التزاتيكي اللي عم ناخذه وذ التويست. هلا رح بلش بالكيك، ونحن دائما بنعرف انه فينا نستبدل الحليب باللبن. وكمان اللي بهمه يعرف انه هي نفس الكميه، يعني الوقت يكون مطلوب كبايه حليب هي زيتها الليكويد بداله في يحط كبايه اللبن. هذا الكيك اللي حاطينه حاولت ما حط فيه ابدا ولا محلي اصطناعي ولا سكر عادي. فانا هون فاذا حليته بالتمر هون. بهيدا الكيك عندي 3 ارباع الكوب من الطحين الاسمر و 3 ارباع الكوب من الطحين الابيض. رح يكون عندي كوب من اللبن اللي هو حطيته هون زيرو فات. مجبوره اقول لكم زيرو فات لانه بدي احكي قديش بده يطلع فيها فات بالاخر وسعرات حراريه. حتى كمان من هون نص كوب من الديتس، اما البلح التمر. هيدا الكيك بياخد بيضتين، بياخد 3 ملاعق كبار من زيت الكانولا، وبياخد 3 ملاعق كبار من الزست برشي الحامض وحاطه بقلبه، ملعقتين صغار بيكنج باودر، نص ملعقه صغيره فانيلا، ونص كوب من الحامض. اوكي. هلا امبارحه حدا سالني اذا نحن فينا نستعمل زيت الزيتون بكل شيء بالطبخ. انا دائما بقول فينا نستعمل زيت الزيتون، وزيت الزيتون اذا ما دخن اكيد فينا نستعمله. ولكن بالجاتويات اوقات بيعطي طعم بينكه. مظبوط. فانا بالجاتو الوحيد اللي بفضل نستعمل زيت ثاني، واجمالا بستعمل زيت الكانولا. احنا مثل العاده بنخفق البيض مع الفانيلا، رح نحط كمان وزست، رح نحط هون البيكنج باودر واحطهم مع الطحين ذكرنا قد ايه، رح نحط اللبن الحامض ورح احط معهم التمر. خفقناهم كلهم سوا، كنا مسخنين الفرن وحطيناهم تقريبا 25 دقيقه بالفرن. حلو. سو هون النكهه رح تكون طعمه البش الحامض والتمر طبعا، مشان هيك مش بحاجه لسكر ابدا. وطبعا اللبن ما بنحس بحاجه له، بس بيعطي ملمس حلو. اللبن ملمس كثير حلو دائما، حتى لبن الكيك بينفش زياده. وهو اللبن تذكروا انه في البروبايوتكس اللي بحكي عنه رح يجتمعوا مع البيكنج باودر كمان. ويساعدوا مع البيض على انه يكون عندنا. رح نكفي حديثنا بعد هالبريك. عم نحكي عن الجاتو داخله لبن، اكيد هون النكهه الاساسيه هي التمر وبرش الحامض. مظبوط. رجعي ذكرينا اللبن نستفيد منه بالطبخ رندا؟ واو، كثير مهم هالسؤال. اللبن رح نستفيد منه بالطبخ ككالسيوم، رح نستفيد منه كبروتين، رح نستفيد منه كمان اللي بحاجه كمان لنشويات من وراء. اذا انا اخذته كامل الدسم رح استفيد من الفات اللي فيه بطريقه او باخرى، بدون دسم شلت منه الدسم، ولكن وقتها نطبخه رح يفقد هو البروبايوتكس. مظبوط. فاذا البروبايوتكس دائما على الطبخ بينفقدوا. فهون انا بحب نبه كل الاشخاص انه اذا طبخنا اللبن او عملنا لبنيه كبه بلبن لبن مش نفس الفوائد مثل اللبن الناي. اكزاكتلي. فاذا البروبايوتكس رح يكونوا عم ينفعوا. هون طبخه المحبين رز ولبن ما بيعلى عليها لكن. اكزاكتلي. او اللبن اللي هلا رح نرجع نحكي عنه. أوكي. بعد شوي. فهو شغلات كثير مهمه. وشغله ثانيه بدنا نعرفها انه فاذا وقتها نحن يكون عندنا لبن وجايبينه مبستر باستشرايزد، فاذا هون مقتولين البكتيريا اللي فيه انليس رجعين زايدين هن بكتيريا. يعني هون اذا نرجع نجيب سيره اللبن اللي دخله فواكه او اللبن المحلل اللي نلاقيه بالسوق. مزبوط. هذا خالي بيكون من البروبايوتك. مزبوط. الا إلا إذا ضايفين عليه. مشان هيك بنرجع لخبرية مجبورين نقرا صرنا الليبلز. أكيد. وبنرجع لخبرية كل شيء معمول بالبيت بنحصل عليه 100% صافي. هلا فإذا هيدا الكيك اللي حكينا عنه تينا، مثل ما ذكرتي شو هن أساسياته، بيعمل هيدا اللي شايفينه رح يعمل 12 قطعة. أنا كمان شايفين شو هي حجم القطعة اللي موجودة هون. إجمالا بقص القطعة اللي بحكي عنهم تقريبا 30 جرام.
جرام، وهون كل قطعه فيها 128 وحده حراريه، فاذا شفنا قديش وحداته الحراريه قليله، هون فيها 19 جرام من النشويات، بتحتوي على 5 جرامات من البروتين، وبتحتوي تقريبا على 4 جرامات من الدهنيات، واحتوت على الياف من وراء التمر اللي حاطينه، ومن وراء طبعا الطحين اللي هو اسمر. بلاحظ شغله رندا، في كثير اشخاص ما بيحبوا الطحين الاسمر بالحلويات، ولكن جاتويات من هالنوع يعني اللي فيهم بهارات او فيهم هالسكر الاسمر او التمر مثل هلا بسهوله بيقطع. اكزاكتلي بيقطع. وشغله ثانيه هو انك تمزجي، ايه كمان عرفتي يعني دائما في شيء ليطلع بيرفكت بده كسر، ايه بين ايه الابيض والاسمر، في شيء اذا ما بدك تحطي حلو اما سكر بدك تكسري بشيء، فدائما عندنا بدنا نخفف زيت بدنا نزيد لبن. نعم. فاذا هون هاي الكسره، ودائما انا متعلمه رح اجيب سيره شيف شارك، شغلي انه وقت نكون عم نشتغل بالحلو لازم نمشي بالمقادير، ايه خطوه خطوه. صح. هاي على 100% مش على البركه. اكزاكتلي. سو هون هاي اول شغله، رح ارجع انتقل للبن اللي رح نسميه نحن بنسميه اللبن اليوناني الاصلي، ايه اما التزاتيكي. بهيدا اللبن عم بعمل شويه تويست انا، فجبت الخيار وقصقصته كثير ناعم، هون مستعمله كوب واحد من الخيار. كمان رجعة مستعملة كوب ونص من اللبن الخالي الدسم. رجعة مستعملة كمان لبنة لأنه حبيت سمكه شوي، سو ما بدي يطلع كتير رخو، هيدي لأنه عم نستعمل اللبن طبعاً اللبن اللبناني. مزبوط. وبدي يكون أكتر دب، ايه يعني يكون أسمك. أنا جايبة أرجع خيارة حط بقلبه توست، بركي حط بقلبه، يعني نعم. بدي سمكه يلا شوي 100%. فحطها هون نص كوب من اللبنة اللي كمان جايبتها خالية من الدسم، حتى ملعقة كبيرة من زيت الزيتون، حتى الدل اوكي الشمار دائما عندي ملعقه كبيره بطيب كل اكلات الدنيا. مزبوط. عندي ملعقه كبيره من الحامض، وعندي ملعقه كبيره من الفليفله الحمراء. حلو. وكمان دقه حصه صغيره من الثوم، ايه بالبقله. وهلا عم نحكي على فوائد الثوم. نعم. قديش نحن كل ما ناكله ني واذا دقيناه رح يكون عم ينفع اكثر 100%. وهون كمان حطينا البهار والملح، وحطينا شوي رشه من زيت من الزيتون الاخضر. حلو. فاذا قصقصت كمشه من الزيتون الاخضر مفرومين صغير. مفرومين صغير. هيدا الدب اللي هو رح يطلع. سو مزيج من اللبن واللبنه. اللبن واللبنه كانه رح نعمل سلد صغيره، حاطين كل هالخضره بقلبها، وطبعا نحن حواليها رح نحط الخضره اللي بنكون بدنا نلقمش فيهم. حلو. هون فينا ندخل كذا اصناف، فينا ندخل فجل مفروم صغير. بتعرفي شو تينا؟ شو موجود عندك بالبراد؟ ايه يعني اجمالا نحن هيك عم نشتغل بهيدا الايام زيرو ويست، فالاشياء اللي موجوده يعني نحن شاريينها بنحب ناكلها بنحطها وبتكون عم تفيدنا. هلا هيدا ميشيل بيقول لك الغلطه بين مع تشيبس، بس ما بدنا نروج التشيبس. يا ميشيل يا ميشيل، هن طيبين للجزر والخيار جبنه. فهن طيبين، خلينا نجيب جزر وخيار بنكون عم نستعملهم. This is a very good night snack. بالليل حصنا وخلص وقت كل الاكل اللي نحن بدنا، قد ايه فينا نتناول الكميه؟ لانه هيدا الشيء بسهوله الواحد بياكل منه. رح نكفي حديثنا بعد هالوقت. اوكي.